طريقتنا اليوم يا صديقي المتابع بلاليط بالحليب حبيبي، بلاليط مع الحليب. شوف بهذا الشكل طلع القوام مالها. الخطوة الأولى بتجيبوا قدر وبتحطوها على النار وبتجيبوا لكم اللي هو كيس كامل من الشعيرية. شوف مكسرنها أنا بهذا الشكل يا أصدقائي الأعزاء، وبعدني بزيدها تكسير بهذا الشكل. يا سلام، وبجلس عاد أقلب فيها قليلي قليلي. أهم شيء الاستمرارية في التقليب على أساس إنها ما تحترق معاكم. ها تم تحركوا فيها وبدقوا، بتصبوا لكم كمية قليلة من السمن بهذا الشكل يا صديقي المتابع. بنصبوي من هذا السمن وبتجلس عادة ومرة تقلب فيه. شوف تقلب فيهن قليلي قليلي بهذا الشكل. شوف بهذا الشكل يا صديقي المتابع. شوف يا صديقي المتابع كيف صار معانا لون الشعيرية. طبعا في نص رايح على اللون الاسود نص ذهبي. يوم تشوفوها صارت معاكم بهذا الشكل، بتضيفوا عليها 4 أكواب من الماي. 4 أكواب من الماي، ومرة بتخلاها على نار عالية بتجلس تحرك فيها لين ما تشرب اللي هو الماي. الشعيرية تشرب الماي بالكامل. شوف يا صديقي المتابع، من شربت اللي هي الشعيرية او السويوية اللي هو الماي، خلاص يعني ما باقي من الماي. بدقوا وبضيفوا لكم 1/4 كوب، ها 1/4 كوب من ماي الورد مع الزعفران. 1/4 كوب ماي ورد مع الزعفران، وبتجلسوا تخلطوهن مع بعضهن البعض قليلي قليلي بهذا الشكل. جتاو يا صديقي المتابع، وبتضيف لك مكمشة واحدة صغيرونة من الهيل المطحون. من الهيل المطحون، وعاد بتجلس مرة تحرك فيه وتخلط فيه قليلي قليلي. وبتجيب لك 2 لتر من الحليب. 2 لتر من الحليب، وبتضيفه يا صديقي المتابع بهذا الشكل. يا سلام سلم. وعاتو بخليه لين ما يبدأ يغلي معاي. ها بحرك فيه كده قليلي قليلي وبخليه لين ما يبدأ يغلي معاي. من يبدأ يغلي معاي بجيب لي كوطي كامل من الحليب المكثف. كوطي كامل من الحليب المكثف وبضيفه يا صديقي المتابع، والحين بخليه يغلي معاي وبخليه لين ما يثقل القوام بالكامل. براويكم كيف نحن نباه. اهم شيء انه القوام يثقل معاكم وبيكون جاهز. وهدي ابوي الصحال وبتغرف حل العرب اللي عندك. يا سلام يا سلام بهذا الشكل، وبالعافية عليكم جميعا. ونقولكم حان وقت النطعاج. شوف يا سلام، اسميه شيء من نوع القوي، بلاليط مع حليب.